طيب احنا عايزين هنا نتكلم في النقطة دي عن نصائح عامة للمهتمين بإدارة المشروعات عموما، يعني مش مجال تخصص فقط، يعني في مجال إدارة المشروعات. ولكن حضرتك لمست التطور السريع جدا في الموضوع وفي المنهجيات، وفي منهجيات طاغية على منهجيات. فحضرتك تنصح إيه بالمهتم بإدارة المشروعات؟ والله يعني من النصائح ان انت تختار الشركه الكويسه اللي تشتغل فيها. يعني اذا اشتغلت في شركه انترناشونال وشركات من الشركات العالميه اللي هي بتطبق معايير اداره المشروعات، فانت هتتعلم فيها في وقت قليل قوي وهتبقى عندك خبره كويسه. ما بتشتغل مع مقاول لوكال محلي مش مهتم باداره المشروعات ومش عايز يعمل السيستم، لان المشروعات الصغيره او المقاولين الصغيرين ما يقدرش يصرف على منهجيات اداره المشروعات من سيستم واداره وسوفت وير وكلام. فلازم حضرتك تختار الشركه اللي انت هتشتغل فيها، المشروع اللي هتشتغل فيه، ان انت طبعا اذا انت سيرتيفايد بي ام بي كفايه جدا جدا تحاول انت تطبق الكلام ده. الليسون ليرند ان انت تتعلم المشروعات السابقه وتتعلم الحاجات دي، حاجات مهمه جدا. ازاي الواحد يتعلم ويعرف الاخطاء ويعرف ان هو يتلافيها، ازاي انك تحط نفسك على الماركت بانك عندك سي في محترم، بروفايل محترم. يعني الحاجات دي كلها من النصائح اللي انا بنصح بيها اخواننا اللي يعني المديرين او حتى لسه بادئ المسار. ما تركزش على شهادات كتير، في ناس بيضيع وقتها عاوز ياخد مثلا 10 12 شهاده. يعني انا ارى ان هي شهاده او اثنين او ثلاثه اناف. يعني لو خدت بي ام بي مع ريسك مع شهاده اخرى مع الديجري اللي معاك مع اللغات مع الخبرات العمليه ده اناف. لكن ما تضيعش حياتك كلها عمال تاخد شهادات وام بي اي وبي اتش دي ودكاتره. يعني هنا في امريكا اما بيجي مثلا واحد معاه دكتوراه بيجي يقدم مثلا على وظيفه مدير مشروع وانا مهندس، هم بيشوفوا طبعا انا اشتغلت عمري كله في اداره المشروعات، هو شغال اكاديميك وشغال 10 12 سنه عشان ياخد الدكتوراه وكلام من ده، ما بيعينهوش لان هو مجاله في الجامعه او مجاله اكاديميك مش براكتيكالز. فهم دايما بيدوروا على الخبره. يعني هنا انا اقول لك حاجه لطيفه جدا، الاوبريشن مانجرز بتاع المشروع بتاعنا نون اديوكيتد ما معاش ديجري، بدأ كاربنترز وبدأ شركته وبعدين بدأ ينفذ يشغل عمل شركة كونستراكشنز ومعاه تقريبا ثانوية عامة وهو ماسك الاوبريشن مانجر، اكبر منصب في الشركة ما معاش حتى بكالوريوس، بس عنده الخبرة والشركة عارفة ان هو عنده الخبرة وبيقدر يفهم المعدات والكلام ده وبتاع. فالخبرة مهمة جدا، الكوميونيكيشنز التواصل مهم جدا، تدريب الشركة مهمة جدا، الاهتمام بالمعايير البي ام او ادارة المشروعات، اهتمام بالاكواد والمواصفات حسب اي دوله هتشتغل فيها. فدي حاجات هتساعدك كتير جدا ان انت تبقى منافس قوي في اي ماركت هتخش فيه. تمام. طيب في مجال الكلام حضرتك اتكلمت فيه، حضرتك بتقول يعني لو شركه مثلا بسيطه او مش كبيره مش هتقدر تصرف على موضوع اداره المشاريع او البرامج بتاعها او غيره او الهيكله او غيره. طيب لو مهندس مثلا يعني خلاص ما فيش قدام فرصه انه يروح انترناشونال، كل المهندسين اللي معاهم خبرات او شهادات في الاداره، وده المشكله اللي بتواجه الزملاء، انه اكيد مش كل الناس هتشتغل في شركات انترناشونال، شركه محدوده. فرضا لو هو شغال في شركه عاديه، شركه مش كبيره، ايه الخطوات اللي ممكن ياخدها او ايه الحاجات اللي بتنصحه ممكن يبدأ ينفذها بحيث ان هو ايه؟ ان هو يحس ان هو عنصر فعال، وان الدراسه او الشهادات خدها فعلا فعاله في سواء مثلا في تقليل اللوز وزياده الانتاجيه وتنظيم المشروع بطريقه عشان ما يتعداش الوقت او الفلوس بتاعه. والله طبعا يعني الشركات الصغيره، انا ما بقولش طبعا ان الواحد ما يشتغلش في الشركات الصغيره، ولكن هي بدايه يعني مطلوبه، وده بتبقى اعمالهم كتير ومتغيره وفي مجالات كتير جدا يعني. لكن انت في اي مجال حاول انك تطور فيه، يعني انت في اي شركه حاول انك تحط سيستم ولو بسيط، حتى لو اكسل، ان انت تحط السكوب اوف ورك، ان انت تعمل حتى برامج لو ما عندكش بريمافيرا تقدر تعمل برامج على الاكسل حتى وتتابعها وتعمل فولو اب، تقدر تعمل مينس اوف ميتنج، تعمل ماتريكس اوف ريسبونسابيلتي. الحاجات دي كلها مش مكلفه، يعني انت ممكن تطبق المعايير بحاجات بسيطه جدا جدا، ولو ما عندكش حتى غير برنامج الاكسل اللي ممكن انت يعني تستفيد بيه، انك تعمل مثلا مينس اوف ميتنج كل اسبوع، مع انك تعمل تراكنج، انك تعمل سايد فيزيت،
انك تحط سيستم بسيط، انك تعمل اورجانيزيشنال شارت، انك تعمل يعني ستيك هولدر مثلا ماتريكس، الحاجات دي كلها حاجات بسيطه ان انت ممكن تعملها. وبجانب الكلام ده انت اشتغل على نفسك بقى في موضوع يعني بارت تايم، ان انت تتعلم لغه او تتعلم سوفت وير، او انك تتابع حتى الشركات بتنفذ اعمالها ازاي. وفي النهارده الانترنت عليه كل حاجه، يعني انت النهارده لو انا شغال في مشروع صغير وعايز اتابع مشروع في امريكا مثلا، اقدر اخش على الويب سايت واشوف بيعملوا ايه وشغالين ازاي وايه المستندات بتاعتهم وايه مشاكلهم وايه البرامج اللي شغالين عليها، واتابع معاهم واستفيد واشارك. يعني فانت النهارده العالم الانترنت خلى العالم كله كانه يعني حاجه صغيره جدا. نتكلم بقى يعني احنا اتكلمنا على المهندس التخطيط وازاي يدير اللقاءات او الانترفيوز وازاي يزود مؤهلاته، واتكلمنا على جزء اللي هو برنامج الرفيرة. حضرتك قلت فيه يوزرز وفي ناس محترفة اكسبرت، فعايزين نشوف أهمية برنامج الرفيرة بصفة عامة سريعا يعني، واستخداماته وتطبيقاته، لأن حضرتك استخدمته في تطبيقات كبيرة جدا أو ميجا بروجكت. تمام. برنامج البريمافيرا طبعا هو بدا من يعني هنا في نيويورك، ان شركه هنا كان اسمها ايجل عملوا بداوا الموضوع ده في نيويورك تقريبا سنه 1996. وبعدين بعد ما اشتهرت السوفت وير اشتريتها اوراكل واشتريتها برمافيرا حاليا يعني، وكل سنه بيطوروه. واحنا حتى عملنا يعني كان محاضره على الهيستوري بتاع برنامج البريمافيرا. هو انتربرايز يعني تقدر انت تدير عليه حقبه مشاريع، بورتفوليو بروجرامز، مش بس مشاريع. يعني تقدر ان انت تحط جميع مشاريع الانفراستراكشر، الطرق، الكباري، كلام من ده كبورتفوليو تحت منها المشاريع، وتقدر تحط عليها كمان الاورجانيزيشنال شارت بتاعت الشركه كلها بالكامل من اول مدير عام الشركه لاقل عامل. وتقدر تعمل تراكنج للكوست والريسك والاناليسيز والدوكيمنت ويوزر ديفايند. فهي برنامج يعني ماسك مانجمنت، برنامج جميل جدا، واذا تعلمته صح بيبقى لك يعني سعر كبير جدا في الماركت. قلنا ان اليوزرز اللي هو بس يقدر يعني يشتغل على البرنامج لكن ما عندوش خبره التنفيذ، ما عندوش يعني ميثودولوجي بتاع المشروعات. البلانر اللي بيبقى عارف يعني انا بعطيله مثلا مشروع بريدج، بيقدر ان هو يقدر يخش على الدروينج، يقرا الدروينج على بيل اوف كوانتيز، على مستندات التعاقد، ويقدر ان هو يعمل لي سكوب اوف ورك، ويقدر يحدد لي ورك بريك داون ستراكشر، يقسم المشروع الى ورك بريك داون ستراكشر، اظن هاو تو سي ات ان عربي، هو هيكل تجزئه العمل. وبعدين بعد كده بيحط الاكتيفيتي ويحط العلاقات ما بينها، ويقدر يحط الموارد. طبعا حته الموارد دي مهمه جدا، يعني 90% من الناس اللي شغالين ما بيعرفش يحط موارد على البريمافيرا او على اي برنامج. ويقدر يطلع ريسورس هيستوغرامز، او يقدر يطلع ريسورس سبريد شيت، يقدر يطلع موارد ان انت تقدر يعني تتابعها، لان ده اهم حاجه. يعني مدير المشروع دايما عايز يعرف يبقى عنده هل الموارد الموجوده عنده، المعدات كافيه ولا مش كافيه، امتى هيكون عندي شورتج، امتى محتاج اجر معدات. فاذا عرفت تشتغل الموارد كمان بتقدر تعمل كوست كنترول على البريمافيرا، وتربط البريمافيرا بالكوستنج اكاونت الموجود في الشركه. ده برضه مهم، الحاجات المهمه جدا. وتقدر كمان انك تربط الكلام ده بالسي ام اس او البريمافيرا كونتراكت مانجمنت. يعني احنا كنا في السعوديه مشروع قطار الحرمين، كان عندنا البريمافيرا كونتراكت مانجمنت مربوطه بالبريمافيرا اللي هي بروفيشنال. فكان الدوكمنت كنترول لما بيدخل ويعمل ابديت لاي سبميترز او اي حاجه، كان ذا سيم كودنج موجود عندي في البريمافيرا، فكان تقدر يسمع عندي. فزي انك تقدر تعمل انتجريشنز ما بين السوفت ويرز دول، ويبقى في تيم شغال مش فرد واحد شغال على البرنامج. اعتقد يعني بيعطي نجاح كبير جدا جدا لبرنامج البريمافيرا واداره المشروعات. فهو برنامج يعني محترم، انصح اي واحد يعني انه هيشتغل في مجال اداره المشروعات ان هو يبدا يتدرب. واحنا حتى عملنا الكلام ده مجانا على القناه، وحتى بنبعت الكتب والسوفت ويرز مجانا، وبنساعد على قدر المستطاع. الحاجه اللي يعني كده ان في فرق توقيت 12 ساعه، فاحيانا بيجي لي اتصالات الساعه 1 بالليل 3 بالليل عن اسئله، فبحاول بقدر المستطاع ان انا يعني اقفل الشات بالليل. فيعني هو برنامج محترم، واي حد محتاج مساعده فيه عرفنا، واحنا ان شاء الله تحت امره باذن الله. جزاك الله خير. طبعا بس ليا تعقيب بسيط، ان موضوع اللي هو الرمضيره والناس اللي ما بتقدرش تحط الريسورسز
او يعني موضوع تقصير في هذا الموضوع او المجال. انا اشتغلت فتره في بدايه عملي او خدمتي كمهندس مقاول، او بعد كده مدير مشروع مقاول، وبعدين مدير مشروع استشاري اكثر من حوالي يعني من 4 أو 5 سنوات. المشكله في الناس ان هي عايزه تعمل سكيدول وتقدمه للاستشاري الاعتماد او تقدمه للجهه المالكه بس بسرعه كده عشان من ضمن اوراق الايه